السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين لكم بالفيديو الجديد من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت على الفيس وعلى التليجرام وعلى اليوتيوب. برضو جايين لكم النهاردة بالعروض الجديدة، والنهاردة العروض جامدة جدا. تابعونا في اخر الفيديو عشان تعرفوا العروض بتاعتنا. نبتدي معاكم باللي هو الغلق الاكياس ده، وليه غطا برضو زي ما احنا شايفين في الصورة ده، وده سعره برضو ده عامل لكم عرض عليه ب10 جنيه بدل 15 جنيه بألوانه طبعا. وفي الليفة دي برضو تحفة، اسمها الليفة المضرب، دي عاملة 25 جنيه بدل 35 جنيه. وفي برضو الأشكال بتاعت الحاجات السخنة ده ألوان كتيرة منه، وده سعره مفاجأة في آخر الفيديو برضو، تابعونا عشان تعرفوا سعره. وجبنا لكم علب التورتة سعرها برضو مفاجأة في آخر الفيديو. والشماعة الجديدة دي برضك سعرها مفاجأة في آخر الفيديو. نبتدي معاكم بالباسكت ده الكبير، عامل عرض عليه 125 جنيه، عملنا عليه عرض بقى 100 جنيه بس. النهاردة الأسعار مش هتصدقوها يا جماعة. والزعافة دي عاملين تركي، عاملين عليها عرض النهاردة 25 جنيه. وفي المقشة دي ده عاملين عليها عرض 35 جنيه بدل 55 جنيه. وفي برضو اللي هي المقشات التركي الجديدة دي اللي احنا كنا منزلينها ب 25 جنيه. وفي النوع دوان بقى، النوع دوان عامل عرض عليه ب 30 جنيه بدل 45 جنيه. بس بصوا للشعر، كثافة الشعر هنا أكتر من ده، باين الكثافة بتاعت الشعر دي أكتر من دي، وبتفرق معاك كمان في الجودة. بص الجودة بتاعت دي، الرسك بتاعها أعلى. وفي صفاية الحوت دي بتتحط على الحوت كده، دي عاملين عليها عرض 25 جنيه. والجردل اللي هو الموب الاصلي ومعاه 3 غيارات ده عامل في العرض 150 جنيه. والتلات بساطات دول سعرهم 12.5 بدل 15 جنيه. واللي هي العلب بتاعت الاريال دي عاملين عليها عرض بدل 35 جنيه 25 جنيه بألوانها كلها. وفي الجوانتي ده تحفة برضه، وسعره مفاجأة برضه، خلوه في اخر الفيديو عشان تعرفوا سعره. ده جميل جدا، محشي من جوه سفنج، والماتيريال بتاعته عالية جدا، مستورد ده، في ألوان كتيرة منه، نازل من 6 ألوان. ده سعر مفاجأة برضك في آخر الفيديو. وفي الفوط دي بقى الماتيريال بتاعتها عالية جدا، ده عاملة 20 بدل 25، وفي الصغيرة عاملة 10 جنيه. وجبنا لكم الشبشب اللي هو ده بتاع القدم، ده عامل في العرض 37 جنيه ونص. وفي اللي هي العلاقات دي الخمسة بعشرة، وفي الفوط دي برضو اللي هي الخمسة بعشرة دي، لسه عروض الفوط برضو شغالة. وفي الصابونة دي تحفة برضو عاملة 10 جنيه. في الخمس فوط دول مع بعض عاملين 10، لسه العرض شغال عليهم. الفوط دي برضو 5 جنيه، والفوط دي برضو لسه العرض شغال عليها، الكيس بمية جنيه والواحدة بعشرة. وفي من الشعر ده برضو مش هتصدقوا سعره ده 5 جنيه. البوني بتاع الشعر ده بدل 10 و7 ونص ب5 جنيه بس. وفي السفنجة دي الكبيرة عاملة 3 ب10 جنيه، غير اللي احنا كنا منزلينها على 4 ب10. وفي دي ب5 برضو. الصبانة برضو دي عاملة 7 ونص برضو، لسه العرض شغال عليها. وده مش هتصدقوا سعره، نازل ب20 جنيه اللي هو المستورد ومعاه السفنجة بتاعته. بصوا اللي هو المستورد ومعاه السفنجة بتاعته ب20 بدل 35 جنيه، أقل من سعره جملة. عم نزل عليه عرض ب20 بدل 35 جنيه. وفي ثلاث ألوان منه، أهو اللون الوايت واللايت جري اللي هو الدارك كلي جري اللي هو الأسود. وفي العجلة دي منزلين عليها عرض 35، اللي هي الكبة دي 65، لسه العرض شغال عليها زي ما هي. وفي دي اللي هي المصفى ومبشرة في نفس الوقت، دي عاملة 45 جنيه بدل 65 جنيه. في اللي هو السبت ده في العرض عامل
12 ونص بدل 15 جنيه، واللي هي الفوط الأشكال ده عاملة 10 جنيه تقيلة. وجبنا لكم برضو حامل المجات ده، ناس كتيرة كانت طالباه، ده سعره مفاجأة برضو في آخر الفيديو. ودي أنا عاملة 7 جنيه ونص سفنجة ديت. ومنع الترتشة برضو جبناه عشان ناس كتيرة كانت طالباه ب10 برضو بدل 15. والعلاقات دي بقى سعرها مش هتصدقوا، 12 جنيه ونص، التسعة دول بدل 15 جنيه. وهرست التوم 25 جنيه. وفي اللي هي البصمات العجين دول، دي في العرض عاملة 30 جنيه، لسه العرض شغال عليها برضه. دي المشابك دي عاملة 10 جنيه. وفي دي 7 جنيه ونص بدل 10 جنيه، اللي هي الفرشة الصغيرة ب5 بدل 10. وفي دي عاملة 10 جنيه. العلاقات دي في العرض عاملة 15 جنيه، دي ألوان طبعا منها. اللزق دول فيس اللي هو 3 متر ده في العرض عامل 25 بدل 35. واللي هو عامل الفيش دول ده في العرض السيليكون ده حامل فيش، حامل الشاحن ليه كذا استخدام، ده في العرض عامل 15 جنيه. واللي هي بتاعت الحوت دي شكل النجمة دي في العرض عاملة 15 جنيه. والاسبونش اللي هو الاسبونش الليفة الذكية ده ب7 ونص بدل 10 جنيه، دي الواحدة منها بتساوي 5 من السلك كده، بتعيش معاك مدة طويلة. وفي اللي هو السلك دول، السلك ده في العرض عامل 12 ونص بدل 15 جنيه. في منظم الدرج ده في العرض عامل 15 جنيه. وفي المشابك دي في العرض عاملة 10 جنيه. وفي اللي هي الكوت اللي هي الحافظة بتاعت الكوتشي دي، لو في المطر أو كده متحافظ على الكوتشي دي، أنا عاملة 35 بدل 45 جنيه. وفي دي أنا عاملة 7 جنيه ونص. الأشكال بقى بتاعت الغطا السيليكون بأشكاله كلها، الأشكال الجديدة بتاعته دي عاملة 7 جنيه ونص، كل الاشكال بتاعته هي موجودة، ده عاملة 7 جنيه ونص. والعصافير الثلاثة دول عاملين 12 جنيه ونص تركي. واللمامة دي عاملة في العرض 30 جنيه. والرول بتاع المراية ده برضه في سعر مفاجأة معانا. الغطيان السيليكون عاملة عليها عرض 22 جنيه ونص بدل 35، وده لون تاني من اللي هو الحفظ بتاع الكوتشي. حامل الموبايل اللي هو بتاع الرقبة ده عامل 20 جنيه. والماسك السيليكون ده عامل 10 جنيه بدل 15. الليفة بتاعت الظهر 12 ونص بدل 20 جنيه. والمضرب ده عامل 15 جنيه، وده 17 جنيه ونص اللي هو الضغط، ده المضرب الضغط اهو. ده عامل 17 ونص. والهراسة عاملة عرض عليها ب10 جنيه. في الطقم ده على بعضه عامل 35 جنيه، 3 قطع، ده اللي هو بخيط السنار، ده بخيط السنار. وفي الأربع كوسترات مع بعض دول بأشكالها أشكال كتير برضو، دول عاملين 15 جنيه. ده كوستر خشب وخامته حلوة برضو. وفي الطقم ده عامل 22 ونص بدل 35 جنيه، أقل من سعر جملة. وفي الشماعات دي برضو جميلة جدا، الشماعة دي جميلة جدا، دي عاملة عليها تمشي طرح مناطيل بضيهات جميلة جدا، انت ممكن تعلق عليها البدلة كاملة، دي في العرض عاملة 30 جنيه، فيها 6 بس خامتها الماتيريال بتاعتها عالية جدا. وفي الشماعات دولت 6 عاملين 15 جنيه.
في الشماعة دي عاملة في العرض برضو 15 جنيه، السنة العرض شغال عليها. ألوان في منظم المكياج ده في العرض عامل 47 جنيه ونص، ده اللي هو الدوري. وفي اللي هي منظم الدوري الأكليريك التلات الأربع أدوار والخمسة، الأربع أدوار عامل 50 والخمس أدوار 60 جنيه. وفي منظم الدرج دون ده عامل في العرض 10 جنيه، ألوانه كلها. وفي منظم ال وفي اللي هو المصة بتاعت الحوت دي عاملة في العرض 55 جنيه بدل 65 جنيه. وفي كسوة التكييف دي اللي 2.25 صان عاملين عليها عرض 75 جنيه بدل 95 جنيه، أقل من سعرها جم. وفي الصفاية دي جميلة جدا، الصفاية الغراب دي في العرض عاملة 20 بدل 25 جنيه. في البرادات بأسعارها اللتر ولتر ونص واتنين لتر 135 145 155 جنيه. في طعم التوابل ده 50 والكبير عامل 100 جنيه. في منظم الفرش السنان ده في العرض عامل 7 جنيه ونص بدل 10. وفي الزاوية بتاعت الحوض دي في العرض عاملة 10 جنيه. في بتاعت البيت دي أنا عاملة اللي هي الدور واحد 15، وفي اللي هي الدورين دي أنا عاملة 35 جنيه. اللي هو الطبق بتاع الدون ده في العرض عامل 7 ونص. في القمع الورد دون في العرض 15، دون عامل 12 جنيه ونص. وفي المساحة الباركيه دي برضه لسه العرض شغال عليها 25 جنيه بدل 35 جنيه. المفرش ده اقول لكم على سعره، ده عامل 10 جنيه، الوانه كلها خمسة تحفة بألوانها كلها. والليفة دي 25، في الماتيريال بتاعتها عالية جدا، اسمها الليفة المضة. وعلبة التورتة برضو نشغل عرض عليها 25 جنيه بدل 35. وفي اللي هو الشلموك الجديد اللي هو المعدن دون ده العرض عامل 15 جنيه، ومعاه الفرشة بتاعته. والشماعة دي في العرض عاملة 20 جنيه بدل 35 جنيه، بس خامتها نضيفة جدا. وفي طقم المصافي اللي استلس ده في العرض عامل 125 بدل 175 جنيه، أقل من سعره جمله. نستلس على المغناطيس، الجوينتي ده في العرض عامل 20 بدل 35 جنيه، أقل من سعره جمله وأقل من نص السعر. على فكرة هو كبير يا جماعة مش صغير، بصوا طويل جدا، هاتوا بصوا أطول من الشيب، جميل جدا وفي ألوان كتيرة منه. مكنة الخياطة دي في العرض عاملة 160 جنيه بدل 165 جنيه. والرول المراية ده مش هتصدقوا سعره 30 و40 جنيه بدل 50 وبدل 40 جنيه، يعني الكبير عامل 40 بدل 50 والصغير عامل 30 بدل 40 جنيه. ومستعد التركي عاملة 25 جنيه. أتمنى يكون العروض عجبتكم، وانتظروا المزيد من جروب حاجات ومحتاجات ست البيت، انتظروا الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.